هذا قهر، بس احسن من عيشة الزل عند النظام. كل شيء عايش عند النظام مزلول ومدعوس على رقبته. نحن الحمد لله مرفوعين راسنا، ونحن نرجع لبلادنا، ومن نرجع لبلادنا باذن الله. كله هذا اي بس قضى ايام وعمر. الله لا يوفقهم يا رب، كل شيء اللي ظلمنا بالوعر بس. الله يفرج علينا ويفرج على جميع امته ويوصلنا بخير وسلام ان شاء الله. شعوري ولا شيء، بس اكيد هجرنا من بلدنا مش اولادنا الشنطتين. الله يفرجها يا رب ان شاء الله.